مرحبا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. اليوم اجواء مثاليه جدا وطقس رائع، يوم رائع من اجل لعب كره قدم. كل شيء هنا جاهز. يا الهي على هذه الاجواء، يا الهي على الشغف الكبير في المدرجات، يا الهي على هذه الروح العاليه الكبيره اللي عند المشجعين. كل شيء اصبح جاهز والبقيه على اللاعبين. اظهروا امكانياتكم، العبوا بادائكم لنستمتع بكره قدم، لنستمتع بالاجواء، لنستمتع بهذه الليله الكبيره. من يحضر المباريات بشكل دائم يعرف هذه الاجواء جيدا ويعرف جمال هذه المشاهد من هذا الملعب. والآن مع انطلاقة المباراة، هازارد، كازيميرو، كازيميرو يلعبها للجانب. يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. ألابا، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يتدخل ينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. ألابا، كرة طولية إلى الأمام. تدخل جميل واعتراض أجمل. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. يلعبها لمنطقة الخطر، كرة طولية من الحارس. يلعب كرة بينية، كازيميرو، تسديدة في اتجاه المرمى. تقريبا كان محظور في هذه اللقطة. كريم بنزيما، فرصة خطيرة، لمسة بينية، يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. ألابا، كرة ملعوبة إلى كريم بنزيما، فرصة هجوم معاكس. كرة من جهة اليمين، يلعب العرضية، يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، استقبال فينيسيوس جونيور. يا له من تصدي من حارس المرمى، لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس.
الكرة تمر بسلام على المدافعين. يا إلهي، تدخل جميل في اللقطة الأخيرة. ناتشو هازارد، إمكانية تسديد، يسدد بنزيما، تقريبا لمست القائم من الخارج. ألابا على تنفيذ الخطأ. هدف عالمي، فينيشنج عالي جميل، انهاء الكرة بلمسة متقنة وفي منتهى الروعة، ونجحوا في تسجيل الهدف الأول في المباراة. توضح هذه اللعبة مدى براعته. تتغير النتيجة لتصبح 1-0. ألابا هازارد، قد تكون هذه فرصته. كريم بنزيما، مرت الكرة، كرة ممتازة، فرصة للتسديد. يا عيني على التمريرة، شوف الكرة وروعتها. تصرف بشكل جيد، نجح في إبعاد الكرة تحت الضغط. ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا. فينيسيوس جونيور، حتى وإن تناقلوا الكرة بهذه الصورة بدون أي خطورة تذكر على مرمى الفريق الخصم، طالما بعيد عن الأهداف فكانوا لم تفعل شيء. يلعب كرة على اليسار، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. يحاول تمريرها من بين المدافعين. لعبة جميلة، تسديدة أجمل، تصدي رائع جدا من الحارس. تسديدة رائعة، لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. فالفيردي، فينيسيوس جونيور لديه فرصة ليلعب كرة عرضية، يلعبها إلى منطقة الجزاء، يستعيد الكرة بسرعة. ألابا موجود لإبعاد الكرة. ألابا
كازيميرو. فالفيردي. فالفيردي يخترق من جهة اليمين. يطلق الحكم الصافرة في هذه الأثناء لينتهي الشوط الأول. نتيجة الشوط الأول بالتأكيد لا تسعدهم. الآن سنتأكد من قوة رغبتهم وقدرتهم على التعامل مع المباراة بشكل جيد. هل من عودة للشوط الثاني؟ ستبدأ أحداث الشوط الثاني الآن. مدريد لا يجب أن يفقد أعصابه لأنه لم يخسر رهانة بعد. ما زال أمامه 45 دقيقة قادر فيها على التعويض على العودة. لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. عرضية داخل منطقة الجزاء. بإمكانه إبعاد الكرة. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. لوزانو على الكرة العرضية. يلعب كرة على اليسار. فالفيردي. كازيميرو. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. أنتوني لوزانو يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. الله، ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة. الله على هذا التألق لحارس رائع. يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى. تمريرة قوية أكثر من اللازم. يلعبها ببراعة. الله ما أروعك، لعبة في منتهى الروعة. هدف. كرة لا يمكن أن تضيع. النتيجة 2-0. واضح جدا للجميع بصراحة مجريات هذه المباراة. تقريبا يمكن القول أنها في اتجاه واحد. تمريرة جميلة. يحاول أن يلعب كرة بينية ويلعبها كريم بنزيمة. الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى. يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية. ألابا. كازيميرو. فالفيردي. ألابا. يلعب كرة على اليسار.
عدت كريم بنزيما، رائع هذا التصدي، رائع هذا الحارس، رائع ردة الفعل كريم بنزيما. نعم نعم، حاول أن يسجل لكن واجه حارس غير عادي، تمكن من صدها من ردة فعل غير عادية. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. تلعب الكرة إلى الأمام، فينيسيوس جونيور، ألابا، كازيميرو، فينيسيوس جونيور، لمسة داخل منطقة الجزاء، أبعدوها، فالفيردي، كازيميرو، فينيسيوس جونيور. هازارد، ألابا، كريم بنزيما، يسدد بنزيما، كرة طويلة للأمام، يمر يلعب كرة بينية، لوزانو، هازارد، فاتت ومرت وصلت إليه، هازارد، فينيسيوس جونيور، فرصة من جديد. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ كرة طولية إلى الأمام، أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. كريم بنزيما يلعبها عرضية، يلعب كرة على اليسار، لوزانو، تلعب الكرة إلى الأمام، كازيميرو، فالفيردي، كازيميرو، فالفيردي يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع، فينيسيوس جونيور، الكرة تصل إليه، فرصة مهمة للعب الكرة العرضية، يبعد الكرة بعيدا عن المرمى، فالفيردي، كرة من جهة اليمين، ألابا، كادث يحاول إيجاد حل، تغيير على أمل تحسين وضعيته في المباراة. ضغط قوي وينجح في استعادتها، كرة إلى الأمام، هازارد، وصلت إليه كريم بنزيما، وانتهى انتهى انتهى المشوار. رغم مجهوداتهم الكبيرة لكنهم تعرضوا للخسارة، خاب أمل اللاعبين بعد أن قدموا أداء جيد لكنهم في الأخير خسروا. يا إلهي يا الله على هذه المباراة، يا لها من ليلة كبيرة، هذه الكرة اللي نحب مشاهدتها، مثل هذه الليالي لا تفوت في عالم كرة القدم. انتهت المباراة إذن، شكرا على حسن المتابعة، نلتقيكم في مباريات قادمة، وإلى اللقاء، مع خالص التحية محدثكم فهد العتيبي.